فكرة الفيديو ازاي تعمل انستول للويندوز ابديت في حالة انه عمل مشكلة مع نسخة الويندوز والويندوز مش بيشتغل. هتعمل بوت من الويندوز سي دي وهتختار ريبير كمبيوتر ترابل شوت كوماند برومبت. اول حاجة اختار البارتيشن اللي عليه الاوبريتنج سيستم اللي هو السي بارتيشن، لكن في حالتي هنا هو الدي لان انا بشتغل على فيرتشوال ماشين. هختار سي دي مسافة ويندوز سلاش سيستم 32 هكتب WMIC مسافة الأمر ده مهمته إن هو يظهر لي جميع الأبديتس اللي موجودة على الجهاز. دي الأبديتس اللي موجودة وده رقم الاي دي الخاص بالأبديت ونوع الابديت سيكيورتي. عشان اعمل انستول الابديت بكتب WSA مسافة باكسلاش انستول مسافة باكسلاش KB وتكتب رقم الابديت اللي عايز تعمله انستول. انا هاخد الرقم كوبي واعمل له بيست هدوس انتر. هيقول لي ان دوت سيكيورتي ابديت ومش هينفع ان هو يشيله، لكن لو عندي تحديثات تانية موجودة اقدر اعمل لها انستول عن طريق الامر ده. في حالة ان الابديت مرضاش ان هو يتشال بكتب الامر ده مهمته انه يرجع نسخة الويندوز للحالة اللي كانت عليها قبل الابديت. هو دلوقتي بيعمل ريفيرت بياخد شوية وقت. بيقول لي ان الاوبريشن كومبليت ولكن محتاج ريستارت. شكرا.